قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج من مكفرات الذنوب، يكفر الله به الخطايا، فمن حج وهو مخلص لله في حجه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه فإن الله يكفر بحجه ذنوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج يكفر الذنوب ويمحو الله به الخطايا لما فيه من الفضائل العظيمة من تعب البدن وإنفاق المال والصبر على المشقة في سفر الحج ومناسك الحج، كل هذه عبادات عظيمة يكفر الله بها الذنوب ويكفر بها الخطايا. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو المقبول الذي قبله الله سبحانه وتعالى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني مكفرة عنه خطاياه بحجه، وهذا فضل عظيم.